إبراهيم الله يرحمه عمل عمليته في 2/5/2004، وجدته ما دامت عند اليهود إلى 17 سنة، ومن طالب في استرداد جثمانه، واستشهد في يوم 2/5/2004، وكان من اليهود احتجزوا جثمانه، ونفسي أشوفه، وأطالب أنا في كل واحد مسؤول كل الحركات من حماس من الجهاد يجيبوا يساعدوا في استرداد جثمان ابني، ونفسي أدفنه في مقابر المسلمين. نفسنا نودعه ونشوفه ونزور مقبره، واروح ازوره واقرأ عليه، اقرأ له وانا طيب وبصحة جيدة كمان. نفسي اروح اشوفه، اروح يعني يوم من ازور المقبرة بقول نفسي يوم اشوفك، ونفسي اجي عليك واشوفك واودعك واقرأ عليك. الحين لما ابراهيم استشهد في 2/5/2004 يوم الاحد، وولد سبحان الله يوم الاحد 4/3/84، واستشهد يوم الاحد 2/5/84، وبطالب في كل الجهات المسؤولة، في كل السلطات، في كل الفصائل يحاولوا يساعدونا في استرداد جثمان، وجثمان كمان شهداء زيه. فيش كمان لما أروح هناك على غزة واسترداد جثمان بلاقي ناس كثيرة، كل ما يموت شهيد، كل ما يستشهد شهيد بحسه كأنه ابني، مش يعني يوم الأم، كل ما يصير شهيد بالأخص للجهاد الإسلامي بحسه كأنه ابني، بحس إنه ابني واستشهد. والله يوم صعب، يوم صعب، يوم كئيب، يوم حزين. كل البيت ساكن في إبراهيم، مطرحه، فراشه، في كل قرنة كان هنيوت. لما قاعد والله في القرنة هذه يقول لي رسالتي لكل الفصائل يساعدوا في استرداد جثمان ابني وجثمان الشهداء اللي معه. بطالب في جميع الفصائل الفلسطينية، وفي كل المقاومة، وفي كل رجال المقاومة، وفي كل مسؤول، أقول أنا مسؤول ويطالب في استرداد جثمان ابني وفي استرداد جميع الشهداء والأسرى المحتجزين عندهم في مقابر أرقام، هو بيسموه بقول مقابر أرقام.